بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد في الاندوكراين، الا وهو السوبرا رينال جلاند. قبل ما نتكلم عن السوبرا رينال جلاند ونتكلم عن الريليشنز بتاعت السوبرا رينال جلاند، هنبدا ان احنا نشرح احنا موجودين هنا فين في الصوره ديت. انا هنا موجود في منطقه الحد الفاصل لك ما بين السوركس الصدر وما بين الابدومين البطن، في العضله المعروفه باسم الدافرام او عضله الحجاب الحاجز. زي ما احنا شايفين ادي عضله الايه الدافرام، وببساطه جدا ممكن نقول ان احنا هنا بنبقى في الثوراسيك كافيتي، واول ما بعدي الدافرام ببقى موجود في الابدومينال كافيتي. فاذا هذه الصوره تعبر عن الابدومينال كافيتي او تجويف الايه او تجويف الابدومين او تجويف البطن. لما نيجي نتكلم عن الحاجات اللي هي بتبقى بتنتقل من الثوركس او بتنتقل من الصدر الى البطن او بتنتقل من الثوراسيك كافيتي الى الابدومينال كافيتي من خلال الدافرام او من خلال عضله الحجاب الحاجز، هنتكلم عن structures كتير او حاجات كتير. على سبيل المثال مثلا هنا عندنا في اعلى الرسمة هنجد في المريء او الاسوفيجس. ادي الاسوفيجس، واخد بالك، بيبقى جاي من عند الثوراسيك كافيتي او جاي من الصدر، وبيبدأ ان هو ينزل في منطقة الابدومين او في منطقة البطن. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الاسوفيجس او المريء بالتأكيد هينتهي في الاستومك، وبالتالي انا ممكن ان انا اتخيل هنا الاستومك او اتخيل هنا المعدة، بس طبعا انا شايلها عشان اقدر ان انا افرجك على العروسة بتاعتنا اللي احنا نتكلم عليها طبعا، اللي هي السوبرا رينال جلاند، هذه الغدة التي تتواجد اعلى الكدني، عشان كده بنسميها سوبرا يعني فوق، وكلمة رينال نسبة للكدني او نسبة للكلية، فبنسميها سوبرا رينال جلاند. طبعا عندنا واحدة ناحية الرايت وعندنا واحدة تانية ناحية الليفت. نرجع، احنا قلنا انه هذه العضلة بنسميها عضلة الدافرام او عضلة الحجاب الحاجز، وهنا الاسوفيجاس بيبدأ ان هو يخش الابدومينال كافيتي طبعا عشان يديني الاستومك او المعدة اللي بتتواجد هنا واللي بتغطي الليفت سوبرا رينال جلاند. وطبعا انا شايل الاستومك او شايل المعدة عشان اقدر ان انا اتفرج براحتي على السوبرا رينال جلاند. طيب، يبقى اول حاجة عندنا دخلت منطقة الابدومين هي الاسوفيجاس او المريء. تحتيها بشوية هتبص تلاقي هنا حاجة اسمها الأورتيك هايتس. الأورتيك هايتس، الأورتيك هايتس يعني المدخل بتاع الأورطة. شايف انت الشريان الكبير المحترم ده، بنسميه الأبدومينال أورطة أو الأورطة في منطقة الأبدومين. يبقى أنا دلوقتي عندي، أنا بعتبر أنه الأورتيك هايتس ده هو الحد الفاصل ما بين الثوراسيك أورطة اللي هو الأورطة اللي في منطقة الصدر والأبدومينال أورطة. يعني الأورطة بمجرد أنه هو يخش لك في الأورتيك هايتس بنسميه الأبدومينال أورطة أو الأورطة اللي موجود في منطقة الأبدومين. دي أساسيات كده في الأبدومين قبل ما نخش على السوبرا رينال جلاند. طيب، عندنا كمان من الحاجات اللي بتطلع بقى العكس، لو كان الأورطة بيخش فالإنفيرو فينا كافا ده بيطلع. يبقى من الحاجات اللي بتطلع من الابدومين وبتروح باتجاه القلب او بتروح باتجاه الرايت اتريوم تحديدا، طبعا ما احنا اخذنا في الكارديو، عندنا الفين اللي اسمه الانفيرو فينا كافا او الوريد الاقوى في السفلي، الانفيرور فينا كافا. يبقى انا عندي دلوقتي اهم الاستراكشرز او مين الاستراكشرز الموجوده عندي في منطقه الابدومين. رقم واحد الاسوفيكس، رقم اثنين الابدومينال اورتا وهو نازل من الاورتيك هايتس، رقم 3 الانفيرو فينا كافا. ممكن بقى لما نيجي نتكلم عن ريليشنز او الحاجات اللي هي بتبقى موجوده حوالين السوبرا رينال جلاندز، يمكن هنبدا بالرايت سوبرا رينال جلاند او الغده اللي هي ناحيه يمين. طبعا عندي هنا في رايت سوبرا رينال جلاند بتبقى فوق الرايت كيدني او فوق الكليه اليمنى، وفي عندنا هنا ليفت سوبرا رينال جلاند بتبقى فوق الليفت كيدني. طبعا هتلاحظ في الاول الفرق في الشيب او الفرق في الشكل، هنلاحظ ان الرايت سوبرا رينال جلاند عامله زي الهرم او زي المثلث، بينما الليفت سوبرا رينال جلاند شبه الهلال سيمي ليونر، يعني عباره عن نص قمر او عباره عن هلال. بالتالي تتضح هنا عندنا اول ريليشن من ريليشنز بتاعه الرايت سوبرا رينال جلاند، الا وهي الفين او الوريد اللي اسمه الانفيرور فينا كافا او اللي هو الوريد الاقوى في السفلي، بيبدا ان هو وهو طالع باتجاه الرايت اتريوم طبعا بيخترق الدافرام او عضله الحجاب الحاجز متجها الى الرايت اتريوم، بيبدا ان هو يعدي على انتيريورلي، يعدي من قدام على الرايت سوبرا رينال جلاند.